مباشرة لعند دكتور كرم وبروبيوتيك بلس. صباح الخير. يا أهلا وسهلا. كيف صحتك؟ كله تمام؟ شكرا رب. شو اليوم عنا مواضيع عديدة بدك تاخد اتصالات مشاهدين على الهواء ولا ما منلحق؟ لأنه في عنا ثلاث أمور بنجمعهم مع بعضهم ثلاثة بواحد. بغيابك يمكن معك لكن اكيد مع جوزيف حكينا عن الانتيبيوتيك وتاثيره السلبي على البروبيوتيك بلس. لا حكيت معي كمان. اوكي منيحه بغيابك تعمل اشياء بغيابي يعني من وراء يعني ظهري. يعني شو بنعمل لما ما تكوني هون مجبورين نكفي؟ اكيد الحياه بدها تستمر بالنهايه انا بوجودي وبغيابي بس انه لكننا سوا نهار الضحك. ف ايه مزبوط بدانا انا وياكي كفينا مع جوزيف ورجعنا لعندك بالموضوع نفسه. تبين للأطباء ومعروف عند الباحثين أنه الأنتيبيوتيك مفيد جدا للصحة لما بيوصفه طبيب عند ضرر بكتيريا معادية شو ما كان نوعها وعندة أنواع أنتيبيوتيك اللي تبين 100% أنه هالأنتيبيوتيك اللي بيضرب البكتيريا الضارة يضرب ويصيب ويتعب ويضني ويقتل البكتيريا الصديقة. من هيك أعطينا تعليمي لكل الناس أنه بعد حبة الأنتيبيوتيك بساعتين بناخد حبة بروبيوتيك بلس بعد ساعتين. إذا عم ناخد حبتين بناخد بعد ساعتين من كل حبة بروبيوتيك بلس وبس نخلص الأنتيبيوتيرابي اللي هي عملت شغلة بقتل البكتيريا بنرجع منعيد نحن الميكروبيوتا بنرجع منعيد الانتستينال فلورا بنرجع نعيد هالبكتيريا الصديقة حقيقة صديقة لنا بتأهيلها وإسكانها داخل الجهاز الهضمي مطرح ما هي بتعيش تشتغل مباشرة على راحة وصحة الجهاز الهضمي طبعا من خلاله راحة وصحة الجسم ككل وبتشتغل على المناعة بتحفز المناعة تعطيها قدرتها وقوتها على ممانعة المرض. إذا الأنتيبيوتيك مش الدواء الوحيد اللي بيتعب البكتيريا. في كتير أنواع أدوية دخلها ستيرويد دخلها كورتيزون. على فكرة أي دواء حتى لو مش موصوف من الطبيب يعني بعد بتعرفي الحبوب بناخذهم من الصيدليه بنقول لهم اوفر ذا كاونتر هون ما في ادرج منهم هدول الاوفر ذا كاونتر عندنا لانه مسكن ما تعبانين وجع راس بناخذهم حتى نريح حالنا لوقت معين كمان هن بيتعبوا البكتيريا. طبعا ادويه الاعصاب المهدئات المنومات وحبوب منع الحمل للنساء وكل الادويه اللي بناخذها لمدى طويل يعني مريض سكري مريض ضغط مريض قلب تتعب هالبكتيريا هيدي. اذا نحن مطلوب منا نعيد لهالبكتيريا حقها. ليه؟ لانه هالدواء عم بياثر سلبا على الميكروبيوتا اما يضعف بعض انواع اما يخربط التوازن. هلا طب هون ذكرت شغله بس دكتور قصه الستيرويد يعني كمان هون يمكن الرياضيين كثير اللي بيستعينوا بالستيرويد اللي فيهم هالامور قديش هالشيء بياثر عليهم كمان قديش عم بيكونوا عم يضربوا البكتيريا الصديقه بالجسم كثير لانه كثير صايرين بالسنوات الماضيه كثير بيستعينوا بالستيرويد لحتى يزيدوا عضلاتهم وينتبهوا على جسمهم وهون ما فيني الا ما ارجع لورا لانك عم بتحطي لي مو لوقا لبوش في فمي ما بيخليني احكي. ايه نعم حتى الحيوانات حتى الحيوانات لما ما يكونوا مرضى وما لازم نعطيهم انتيبيوتيك في انواع انتيبيوتيك بتثمنهم تعطيهم وزن زايد ولحم اكثر فياما يوصف لهم انتيبيوتيك وهن مش مرضى وياما في ناس بياخذوا انتيبيوتيك وهن مش مرضى للانتيبيوتيك يعني ما بدهم انتيبيوتيك ليصح المرض بيكون فيروس بيكون شيء ثاني ما دخلوا الانتيبيوتيك. فاذا حتى لانه هالحيوانات عم بيوصلوا لهم انتيبيوتيك حتى ولو ما اخذنا انتيبيوتيك لانه ما انضرينا ما وصف لنا الطبيب اندايركتلي كيف بيقولوا سكند هاند سموكينج ايه مزبوط يعني انا بدخن من الدخان انا بدخن اللي لكن حدي واحد ما بدخن بس عم ياخذ من الدخان ويمكن عم ينضر اكثر مني لانه انا كانه جسمي عرف كيف بده يدافع الله يساعده ما بيقدر. من هيك منعوا التدخين مع الغير مدخنين كمان سكند هاند انتي بايوتيك فيه اوكي لانه بياخذوا من جراء انه اكلوا طعموا للحيوانات وش من النوع. من هيك بعض الاحيان الحامل الام الحامل اللي بتاخذ انتيبيوتيك او 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 حتى
اكثر ببين بوضوح، لانه بنبعد قد ما فينا الام الحامل عن الانتيبيوتيك. اكيد هذا الشيء اللي بدي اقول لك اياه، انه كثير الطبيب بعض الاحيان حريص جدا على موضوع الانتيبيوتيك بس بفتره الحمل، فيما لو جبر بحالات معينه في هلا. لكن اكثر شيء هون عم بحكي عن الام المرضعه اللي هي بتاخذ انتيبيوتيك، لابد بده يمرق الانتيبيوتيك كمان هذا للطفل. لاحظي شو قصه الانتيبيوتيك، ما انه انتبهي لي، مع انه عرفوا انه في انواع انتيبيوتيك تثمن تعطي وزن زايد للمريض، تبين للانسان كمان اذا الطفل حصل على انتيبيوتيك ضمن الثلاث سنين اللي هو بعمر اول ثلاث سنين، عنده احتمال اكبر يكون اوبيز، سمنه زايده. اوكي، فاذا الانتيبيوتيك عنده بعض المتاعب هذه. من هون شو عم نقول نحن؟ حتى ما هالشيء ما يصير، لما نعرف حالنا اخذنا انتيبيوتيك، لما منشك انه ما عم ناكل لحومات ما بعرف شو، طيب ليك حكينا عن دواء، ما هو كمان الدواء اجباري، يعني انه معقوله ما ناخذ دواء لما نكون مرضى؟ الذكي والشاطر بيروح عند اول طبيب بيعرف عنه بيسمع عنه بياخذ بنصيحته بيتبع الدواء وخلص ليصح. لكن المشكله مش بس بالدواء وبالصيدليه، احصاءات مدروسه موثوقه بتقلك بأمريكا من أربع سنين تقريبا، رشوش ومبيدات للحشرات بكبوها على الأعشاب اللي بناكلها نحن أو بتاكلها الحيوانات، 1.1 مليار باوند، يعني 500 مليون كيلو، يعني نص مليون، 500 مليون كيلو، يعني تقريبا قديش، اذا ما بعرف بالطن، 500 طن، ما بعرف 500 ما بعرف كم طن، 500 مليون كيلو، نص مليار كيلو جرام، هو ال1000 كيلو طن تقريبا. ايه 500 مليون كيلو، يعني 500,000 طن. هلا حنعملها درس رياضيات، ما شو نعملها، فكرنا فيها، ما بديش نفكر فيها بس هلا لانه حسبتي لي اني 500,000 طن مبيدات للحشرات. بس نحن ما بنحط، بس اني ما بيحطوا مبيدات للحشرات، بيحطوا مبيدات للاعشاب، بيحطوا مبيدات للفطريات. اذا بطريقه غير مباشره نحن عم ناكل برودكتس، اغذيه عم توصل هالمبيدات هيدي على جسمنا، عم تتعب البكتيريا. هل عجيبه اذا واحد عنده نفخه؟ سمعتي لك في حدا معقول يكون عنده نفخه؟ اكيد. مين ما بيعرف شو هي النفخه؟ اذا قلنا نفخه مين ما بيعرف شو هي النفخه؟ كلياتنا مرقنا فيها، كلياتنا بنمرق فيها، وفي ناس عايشين فيها كل يوم. نفخة، غازات، عصر هضم، امساك، اسهال، وفي من مساكين، ساعة اسهال، ساعة امساك، بضلوا بين اثنين، شو بدهم يعملوا؟ للاسهال بياخذوا حتى تشد معدتهم، بيرجعوا بياخذوا لما تشد بتصير امساك. القصة وما فيها هيدا مسكن بتعرفي شو عم بقرا هذيك اليوم؟ ببساطتنا منروح منعرف شيء منفرح منقول ما نقوله للناس، بعد شوي منعرف اشياء كثير منقول يا عمي اللي قلنا لهم اياه ما مش كافي. من هيك عم نطل في 10,000 سب سبيسيس بروبيوتكس، سب سبيسيس يعني الاساسيه اللي بتفرعوا منها. من هيك اليوم ما عاد منقلها بكتيريا، منقلها سي اف يو، كولون فورمينج يونت، يعني هي كولوني مع بعض بيعيشوا حواليها. نحن اليوم بتعرفي شو بعد؟ شيء جديد؟ بدنا نعطي اهميه للبروبيوتيك بلس، بدنا نعطي اهميه لحياتنا، مثل ما بنحط الملح والسكر وشو اسمه بعرف شو الاهميه اللي نعطيها حياتنا، مثل ما الفيتامينات صارت معروفه قديش مهمه. الفرق بين الفيتامينات، اذا اخذتي فيتامين معين توصف فيك الطبيب ما راح تشعري بالفرق، يمكن بعد سنتين يمكن، إذا كان فيتامين دي أو كالسيوم أو شيء غيره، بس بتعرفي فيه لما تعملي فحص. أما البروبيوتيك بلس أنت وعم تاخذيه يمكن أول ساعة ساعتين من الحبة تشعري فيه. من هون أهمية اللي عم بيحكي، إنه عم بيحكي بشيء علمي حسي بنحس فيه بنشعر فيه. أوكي، إذا البروبيوتيك بلس ما بدنا ننتظر سنتين لنشوف إنه أنا مزبوط حكي، لا بدنا ننتظر كم يوم بعض الأحيان من أول. إذا تبين إنه البلاسينتا اللي هي بتحفظ بتغذي الطفل مانا سترايل، فيها بروبيوتكس كمان، فيها هيدا تبين هلا جديد علم. من هيك البلاسنتا عم بيعطوها اهميه اكثر اليوم، ما بيحملوها بكبوها. بتعرفي انه في شعوب بتحفظ البلاسنتا وبتاكلها بتاخذها لها حتى تستفيد منها؟ مزبوط غريب الامور شو عم تجينا معلومات. انا يوما ما
بعد ما نحن وياكي ان شاء الله بنكبر بالعمر وكلنا بنختير بنشوف اولادنا واولاد اولادنا وكمان اكثر، بدي بين طفل 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 قدام العمالقه اللي بدهم يجوا يحكوا عن البروبيوتكس وال 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 والاكتشافات الجديده. نحن شو عم نقول؟ نحن عم نقول في بكتيريا اكتشفت مش من زمان كثير، في شخص من 100 سنة حكى عنها أول مرة اسمه إيلاي ميتشنيكوف، أخذ جائزة ألفريد نوبل للصحة، عطوه جائزة نوبل للصحة لاكتشافه لهالبكتيريا لأهميتها للصحة. ما كفوا عليها يومتها، ما كانش في شيء خاص لحتى يعملوا منها أرباح، ما نسيوها. لكن العلم ما فيك تخبيه، الضوء ما فيك تخبيه، بده يبين محل. وتبين انه هالبروبيوتكس عم بياخذ مجالات واسعه نحن اليوم عم نتعرف عليه. وصل شانسنا بلبنان انه يوصلنا من 20 سنه قبل ما يكون معروف بامريكا وببلاد ثانيه. هلا من 4-5 سنين صار ينعرف بامريكا البروبيوتيك، وصار بدهم يحطوه بكل شيء ليعطوا اهميه لكل شيء، بالبسكوت بكل شيء بدهم، كل شيء بدك تعطيه اهميه حط له بروبيوتيك. لا، نحن ما عندنا شيء، نحن عندنا بروبيوتيك فقط لغير، عندنا ذهب 24 كارت. ما بنحط مع ال 24 كارت شيء ثاني نحاسه حتى نعطيه اهميه، لا، بنخليه ما عندنا مجال بالحب نحط شيء ثاني، لا فيتامينات ولا شيء، في فيتامينات بنقدر ناخذها وين ما كان، لكن بنحط بروبيوتكس حتى الشخص اللي سمعنا ووعدناه انه بده يستفيد منها بده يستفيد من حبه البروبيوتيك بلس. على الاقل ما عم نروح ونبين، عم نقول نفخة غازات عصر هضم امساك اسر وافهم كريهة، واللي بحب يسمع للباحثين والاطباء انه بتقوي له المناعة، ايه نعم بتقوي المناعة. اكيد هالموضوع يعني انت شوي قطعت قصة الرياضيين، بدي ارجع لها انا، هلا قال في فمي ماء بس ما كفيت لهم الموضوع. حكيت لا حكيت لانه الرياضيين منهم بحاجه ياخذوا ستيرويد، سو مش لازم ياخذوا ستيرويد. لا، ما هيدي هي يعني مش هيك انت هون، هيدي اللي بس انا بدي اوضحها. اذا اخذوا اذا لابد بدهم ياخذوا ستيرويد ضروري ضروري ياخذوا بروبيوتيك بلس. انا ما بدي، ياما في ناس بيقولوا عم بعمل رياضه لكن عندي مشاكل نفخه وغازات وما بعرف شو، الرياضه ما بتحل، الرياضه ما بتجيب بكتيريا، بتحسن الجسم، لكن بكتيريا هي اللي بتجيب البكتيريا. شكرا كثير دكتور كرم، نرجع نشوفك نحن بعالم الصباح، رح نتابع بعد لحظات محطاتنا مع مايا، خليكم معنا.